اول سؤال وصلنا بيقول واحده مخطوبه لواحد عصبي ومش بيتحكم في كلامه ولا عصبيته وحريص في الدفع الا للضروره يعني بخيل يعني وكان في موقف من ابسط المواقف راح قالي انتي بتحوري ومش سالكه ولازم احترس منك وكلام كتير ليس له داعي في الموقف اصلا وجهة نظر حضرتك تكمل معاه ولا لا حلو قوي السؤال اللي أنا رايح قاعد قاعد أروح فيه كده وأجي فيه في حاجة إحنا بنسميها الإلتفاف. اه اه لف ونشر وبعدين في الآخر خالص فيه إلتفات. إلتفات يعني من إيه من, من الغيب إلى الكلام عن النفس ثم بعد ذلك. طبعًا أنا بحب الأسئلة دي زي دي تكون مباشرةً لكن أنا اتكلم في السؤال دوت لأن السؤال دوت بيبقى فيه شوية تفاصيل. إيه شوية تفاصيل دي؟ إني في بعض الأحيان البخل في بعض الأ... في بعض الأشياء بتبقى بيبقى نسبي. يعني إذا كانت في البخل بيتعلق بالبراندات مثلا أو البخل يتعلق مثلا بحاجات كلها من جنس البخل في الأيس كريم لكن هو ما عندوش مشاكل خالص إنه يفرش البيت أحسن فرش. فهي في الأخر خالص هي بحب أسأل في تفاصيل ده عشان أقدم الاستشارة بشكل صحيح. لكن خلينا نتكلم على العنصر الاساسي اللي هي ذكرته في اول الامر باعتباره انه هو الاهم هو مساله العصبيه. لو هي مخطوبه لواحد عصبي ومش بيتحكم في كلامه ولا عصبيته الحاجه دي صعب ان هي تتغير بعد الجواز الا باراده وباستعداد وبتمرينات. ليه طيب؟ لان هو بعد الجواز هيبقى عنده حجه ان هو يزداد عصبيه. ايه الحجه؟ ثلاث حاجات. زيادة الأعباء لأنه هيبقى مسؤول عن البيت ويصرف الحاجة الثانية اختلاف التصرفات اختلاف الاختلاف الاختلاف اختلافكم اللي هيكون على قرارات البيت الحاجة الثالثة تحديات سنة أولى جواز فالمرشح ان العصبية تزيد فأنت لو كنت شخص أو صاحبتك اللي لها لو كانت شخص من اللي بيخافوا على نفسهم بيتفزعوا من العصبية لا هيبقى في تحدي كبير جدا جدا أنا أعرف ناس عندهم فوبيا من العصبية لو حد زعق جنبهم دول في الحقيقة مش هيقدروا يتفاعلوا ويتعايشوا بشكل صحيح الأمر الثاني إن الشخص هي طلع هي بتقول كده كمان إن في صفة تانية وهي صفة اللي هي شايفاها البخل إن هو في الدفع يعني إن هو بخيل ما بيصرفش غير في الضروره. اذا كان هو كده يعني هيبقى بصراحه صعب ان انتوا تتوافقوا. لان انت بدري قوي شفتي صفه ما بتريحش الستات. خليني اقول لكم معلومه مهمه جدا. اقول لحضراتكم واجاوب عليكي. واجاوب عليكي لان نقطه مهمه ان انت تعرفي ان كتير من الرجاله مش فاهمين النقطه دي. عشان تعرفي تكملي يعني ولا لا. النقطة بتقول إن الرجالة فاكرين إن اهتمام الستات بالفلوس ده لأن الستات مادية، طبعًا في ستات بتعشق الفلوس لأن تحول امتلاكها الفلوس إلى شيء مرضي طبعًا أو شيء غير متزن، صح موجود ده. لكن في العموم كده الرجالة عندهم انطباع إن الستات ماديات. لأنهم مش فاهمين اللي أنا هقوله دلوقتي. إن المال عند الست هو تعبير عن الحب بتوفير الامان تاني ان المال عند الست هو تعبير عن الحب بتوفير الامان الست شويه بتفكر كده لو انا مش متوفر للمال انا احتمال كبير اتعرض لتهديد مالي وانا ايش نضمني ان انا هقدر احافظ على نفسي نفسي بقى بكل ممت... كل اللي فيها نفسي بمعناها حافظ على عليا من ان ما ضعش ما اخلاقيا ما جسديا ما التفكير ده بيسيطر على كتير من الستات فيبقى اذا المال اللي بتطلبه الست ده لان هي بتطلب ان زوجها يعبر لها عن حبه بتوفير المال ليها ولذلك بيبقى فيه مشكله جدا 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 انا بحاول افسر لحضرتك واقول للساده المشاهدين حاجه الرجاله شويه ما بياخدوش بالهم منها ولذلك انا بحذر كتير من الساده المشاهدين الرجاله ان هو يكون متطلع طبعا في رجاله اعتماديين مش دول اللي بنتكلم عنهم احنا بنتكلم في الحاله العاديه ان ان الازواج في بعض الاحيان بيعتبروا عادي يعني ما تدفع ما تدفع في البيت لا هو مش هيبقى عادي يعني انت لو هي قالت لك ما فيش مشاكل انا ادفع في البيت ما فيش مشاكل اجيب كذا ما فيش مشاكل اعمل كذا خلي بالك لا في مشاكل لأن الفلوس بتاعتها هي بالنسبة لها أمان مش لأن هي ما بتثقش فيك أمان لأن هي مش إن هي حاسة إن هي حبك ليها مش 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 صحيح لكن هي الفلوس بالنسبة لها معامل أمان فلما هي بتدفعها بتحس بتهديد تخيل لما بتدفعها في البيت طبعا الستات الأصيلة تقول ده أنا كلي أدفع ما فيش مشاكل صحيح بس هي لازم تتقدر لازم الحاجة دي لما تعملها هي تتقدر لأن لما بتعمل كده بتيجي على نفسها وبتخاطر فهي لازم تحس إن أنت حاسس بإحساسها الخلاصة نصيحتي إيه؟ لا إحنا محتاجين مزيد من المعلومات لكن الصفتين دول صعب إن تكمل معاهم العصبية المفرطة والبخل مع حد ما بيحبش البخل وما العصبيه المفرطه؟ لا هيبقى صعب ده وخاصة ان هو راح مستدعي بقى وراح مكمل حاجه كده زي ما بيقولوا كده في المثل العربي فأتى بثالثة الأسافي ايه ثالثة الأسافي؟ ثالثة الأسافي يا سيدي اللي هي الحيطه اللي بتبقى في الكانون لما بنحط النار فبتكون الحيطه اللي بتاخد كل اللهب فيقول لك رماه الدهر بثالثة الأسافي يعني رماه النار بحاجه شديده الالتهاب اللي هي بقى ايه ان في اول حوار قال لها اتهمها سيبك بقى باتهمها بايه الستات العفيفات الشريفات بيتجننوا من فكره الاتهام معنى ان حد يتهمها بحاجه مش فيها وخاصه لو كان بتتعلق بالصدق في ستات تتجنن ان حد يتهمها ان هي بتكذب راح لها ايه في اول خناقه قال لها انت بتحوري ومش سالكه كده خلاص وزي ما يكون كده واحد ضيع مستقبله مع حد فالثلاث حاجات دول لما جمعتهم طب انت خليت التقيله دي في الاخر كده ليه لان هي في الحقيقه اتقالت كده بس هي الاهم في الثلاثه ان هو بيقول لها ايه وكانها فهمت هي عندها كده الست لما يجي الراجل يقول لها وتكون عفيفه وتكون انسانه محترم فيجي يتهمها ان هي كدابه على طول بتعتبره وكانه قال لها انت ماشيه على حل شعر طب ليه ليه شعور الست كده لان اللي يكذب يعمل اي حاجه الست عندها كده في دماغها اللي يكذب الرجال عارفيني والستات اللي سامعيني عارفين ان انا بقول ايه فعندها اللي يكذب يعمل اي حاجه فاذا كنت انت من اللي بيقولوا اللي يكذب ان هو كده بدل اتهمك ان انت مش سالكه وان انت بتحوري يعني كدابه إذا كان أنت عندك ممن يفزعون من هذا الكلام وده اتحفر جواكي احتمال كبير ما نقدرش نكمل ده يبقى حاجات اللي أنت قلتيهم دولة ثلاث أشياء خطر وثلاث أشياء مش سهلين عندك ولذلك أنا بقولك رجع الكلام ده مرة تانية ولو جيت الحق أنا شايف أن أنت تعودي معاه وتواجهيه احنا لسه على البر احنا لسه على الايه على البر لكن الثلاث صفات دي ان هما يكونوا موجودين عندك يمكن لما انت تكلميه يقول لك مثلا ان هو ابتدى ياخد دعم نفسي عشان يقلل عصبيته او ابتدى يعمل تمارين عشان يقلل العصبيه في تمارين اه طبعا في تمارين للعصبيه او بيعمل حاجات عشان يقلل العصبيه محبه لك فاذا كان هو بيعمل كده اهو عن اي تقييم الموقف مره تانية لكن لغايه دلوقتي ان احنا عندنا ثلاث صفات صعبين قوي 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 ان يتم الاكمال معاهم